بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير عليكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضورنا الكرام، إنها لأمسية طيبة التي تجمعنا اليوم في ظل التنافس في موضوع مشوق، الموسيقى والغناء والطرب، الكلمة المعبرة المؤثرة تحلق بنا إلى الفضاء اللامتناهي. منافسة بين عناصر متميزة خططت، اجتهدت، فوصلت، كل هذا من أجل الارتقاء بمستوى أغنيتنا العمانية ليخاطب الوجدان ويصل إلى أعلى المراتب. باسم صاحب السمو السيد فيصل بن علي بن فيصل آل سعيد وزير التراث القومي والثقافة، أرحب بكم جميعا في مهرجان الأغنية العمانية الثالث. كما يشرفني أن أرحب على وجه الخصوص براعي الحفل معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي أمين عام مجلس الوزراء الموقر، ونشكره على تفضله برعاية حفلنا هذا. كما أرحب بأصحاب السمو أفراد الأسرة المالكة الكريمة، أرحب بأصحاب المعالي الوزراء ومن بينهم ضيفنا العزيز من دولة الإمارات العربية المتحدة معالي الدكتور مانع سعيد العتيبة. وأرحب بأصحاب السعادة، وأهلا وسهلا بجميع حضورنا ومن بينهم تلفزيون سلطنة عمان الذي يقوم بجهد متميز لإبراز هذا الحفل. وراديو تلفزيون العرب ART وممثلي الإذاعة والصحافة ووكالات الأنباء. وأهلاً وسهلاً بكم مرة أخرى في مهرجان الأغنية العمانية الثالث. حضورنا الكرام، اسمحوا لي بأن أنوه بأن لجنة التحكيم لهذا العام مكونة من معالي الدكتور مانع سعيد العتيبة رئيس لجنة التحكيم، وضيف آخر من دولة قطر الشقيقة هو الأستاذ عبد العزيز ناصر، وضيف آخر من دولة الإمارات العربية المتحدة هو الفنان ميحت حمد. ومن هنا سلطنة عمان يشارك كل من الأستاذ هلال بن محمد العامري، الأستاذ محمد ماضي، والأستاذ محمد سراج الدين.